اول مره اللي ندخل فيتيرينا ولا جينيرالمون كي ندخل بلاصه كيما هكاك نبغي نقرا كاع اللافتات اللي كاينين مثلا كيما هادي قال لك بلي زعما راه كاين الكاميرا بارتو هذا جا وحده مورايا سما سي جامي حطوا لنا كاش كاطو ولا ما نديروش تبهريل ضحك صاي صاي اسكت 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 انا عند الطبيب تاعك فيتيرينار باين في الصالون تاعه شت كون قاعد تعاقل نشري لك وحده كيما هذه البيطري يلزم عليه يكون في بلاصه تناسب يعني كيما نقولوا كيما حنا نديروا بايزون مستشفى في بلاصه يناسب يعني هذيك المنطقه العمرانيه ولا مثلا نديروا ايكول ولا نديروا البيطري ثاني حاجه اساسيه ويلقلها تكون في بلاصه مليحه على سبيل المثال البيطري راه مسهل الامور علاش تلقاه مثلا دروك في جوجل ولا بايزون في الجي بي اس كي تكليكي وتكتب اي بيطري ولا فيترينال يعطيك البيطري القريب ليك هكاك تسهل لك المهمه السلام عليكم مرحبا تفضل جبت معايا قط هاد القط هذا كنت نتمشى برا وحتى تلاقيتها في الطريق كيما نقولوا يخنع ولا يقجع مضروب في كراعه يعني القداميه مع بالي لا كراع ولا يد باسكو عندها ربعه وفي زوج تمشى بهم ولا في ربعه وهي تمشى بهم زغم على باليش وينهم الكرعين وينهم اليدين تسمى انا وحده فيهم راهي مقروضه تبان لي لاخاطش وليت كل ما توشيه تولي زقي يتسمى قلت نجيبه شريت سله وعند حلال تاع كاليمونطاسيون لقيتها يبيع سلل درتها في سله باش ما نقعدش رافده ولا نضرها في يديه درت في جوجل فيتيرينار بيطاري خرجتوا لي نتوما انا جيت عندكم هذه هي الاستوار مرحبا احسن ما فعلت ظاهر بيا صافي بليزي اللي راه كاين الناس اللي كيما انت ماشي كاع مشكل نديرها ليها في الطابله ندير لها كونسلطاسيون ونشوف واش عنده هاي دكتور غير بسياسة عليه خش راني كل ما نبغي نتوشي يدير مياو شو ينضر سما راك عارف حنين باين بلي حنين روح ريح في لا ريسبسيون دوك انا ندبر راسي معاه خطاتك كونك مهني ايوا يسلم عليا هاي بسم الله فوكس كيراك صافا خاصك تخرج من هاد السلة هنا اوكي راك واجد راك برد من يدك عرفتها كيما راه يتغير صاي 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 اروح اي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اوب كي سموك ها كي سموك بعد ما كون عندنا الكونتاكت الاول مع القط الا قالك او ما تتصاحب تا وياه لو كان شويه يحس بهذاك الكونفور ويفهم باللي انت راك باغي تقلع ليه الضر هذا اللي راه فيه ما غاديش تزيد عليه ما لا تعملوا معاه شويه برك يا بوغوز
كي سماوك؟ ها؟ عطاوك اسم ولا مازال؟ يوجد كنتينو اي سيب هذه دراعك راك مرض منها هنا هذا باش نعرفوا بلي هذا قط يتسمى عنده تفار عنده حاجة باش نقلبه مليح ونعرف ابري واش عنده اكزاكتومو يتسمى يخلينا نستعين بصديق على هذا ما نخدمش وحدي دائما تسمى يليق ايكيب يليق هادو حيوانات مساكين ما يفهموش بارفوا ولا كي ينضروا لا رياكسيون تاعهم تكون اغريسيف سواء كلب سواء قط سواء انيمال واحد اخر. الحاجه الاولى اللي يديرها البيطري اللي هي التشخيص العام ولا الكلي كما نقولوا حنا يا اكزامان جينيرال يفيري في ودنيه يفيري في فمه يفيري في درجه الحراره يفيري في حتى لابو تاعه ولا بايزوم عظامه الى راه مقروضين ولا كاش ما عنده كسر ولا كاش ما عنده ليه ولا كاش ما عنده عضه ولا والله يتسمى حنايا في المعونه هذه مليحه علاش باسكو قلنا من قبل باللي لا رياكسيون تاعه ما نقدروش نعرفوها باسكو عنده نيبان عنده اطفال راح نشوفو اومونطو الحراره هي فازي وعندنا ثاني درجه الحراره درجة الحرارة يعني اللي تكون نورمال عندك من 38 39 راه بيان كتر ولا قل كان مشكل سي بون لي سي بون خلاص 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 يتسمى هكاك باش يكونوا عندنا شويه معلومات باسكو السيد مولاه اللي جابها لنا ما عطانا حتى معلومه باسكو لقاها برا في الطريق تسمى هاد الامور نعرفهم وحدنا تفيري في الودنين اشاك فوا علاه هي علاه تفيري في الودنين على خاطرش يمكن تكون كاينه انفيكسيون ولا تكون كاينه مثلا كور اترونجي مثلا ولا بايزوم حشره راهي لداخل حاصله ولا كاش عفسه هكا حاصله تسمى اوبليجي ليك انك تفيريفي الودنين بون لي دي وانا با مونت بالي باسكو الضو راه ينضر كيما هكاك بزاف تسمى لو كان ديولها كاش كالمو ولا باش يرقد باش ما يتوجعش هكا باسكو راه عندك في باطل نقدروا باش ما حنا نقدروا نيكزامينيوه نورمال اللي هو تي كالمون ان شاء الله فيها خير بارفي هاي ترقد شويه راك نحسن هيا الرقد اوكي تكالم باي سيبا خلاص ولا دي خلاص سيبا خلاص خلاص تحرق شويه لانجيكسيون مي دوكا سيبا دوكا يبا دورمير في بعض الاحيان نشوفوا القط ولا الكلب تاعنا كالم ماشي على طبيعته يحب يلعب يحب ينقز يحب يدير يحب بصح تشوفه كالم يتسمى بين بلي بحاجة راه مريض ولا راه عنده مشكل ولكن إذا حبس الماكلة وما ولاش ياكل يتسمى صح كان مشكل كبير أنا بيا هنا صافا دروك هذا القط راه راقد مسكين صح سافر تشوف عيني محلولين مي القطوطة ما يرقدوش كيما يرقد البني ادم تما ابارمون تاني راني كي نحس هكا كل كاريسي من جيت عندو راه مضرور تما ما يرياجيش تما انه مخضر كي كنا صغار وكانوا كي نتشقفوا هنا يضربونا بحجره ولا باش يدونا خيطونا كانوا يقولوا لنا الشعر غير كيف كيف غير كيف كيف حتى القط ولا الكلب كي يكون عنده مشكل في لابو تاعه ولا عنده جرح ولا لازم نقلعو ولا نعقمو ولا حتى نقولو ما كان جرح باغي نديرو له سيروم خاصنا نقلعو الشعر من هذيك البلاصه ونعقموها مليح كيما البنادم تاني دوك راضي ولو برك هاد لابارتي فوالا باش نشوفو وين راهيك بيان لا بلي جاي بدات تبان الاولى تاعها ساعات كي يكونوا صغار هكذا يحقروهم القطط الكبار هاي ليك انا عندها دوزيام وعضها كيما هذه تسمى تقدر تقرضها ولا كيفاه؟ ديرلو اون انفيكسيون
هاوي اليوم يقعد عنا. اوكي يروح يرقد مولاه يريح. مرضى ولا ضربتهم الطوموبيل ولا اي حاجه ويجيبوهم للبيطاري هاو حقهم. هذه مبادره مليحه عجبتني. في جهه اخرى رايح نهضر على التعقيم تحديد الناس كيما نقولوا كاين اللي راه يشوف فيها امر عادي ومليح وكاين اللي راه ضد. الا كان نهضروا من الناس اللي راه تشوف فيها امر مليح وعادي. السبه الاولى اللي هي اننا تحديد الناس ما يكونش كاين هذاك التكاثر وهذوك القطط مساكين يدوروا برا ويضربوهم الواطا ولا باي زومبل يعاملوهم الاطفال بطريقه وحشيه وما على بالهمش يعني راهم معذورين على هذا الشيء باسكو الطفل الصغير ما يعرفش كيفاش يتعامل مع حيوان تسمى تلقاه يتعامل معه بوحشيه ولا مثلا ينقل امراض وجينيرالمون كاع الامراض اللي يقيسوا البنادم يجوا من الحيوان. وعلى هذا كاين ناس بزاف اللي راهم مع العملية تاع التعقيم. وكاين أمر آخر يعني كيكونوا بزاف القطط ويدوروا برا وما عندهمش مواليهم ولا ما عندهمش دارهم ولا قطط ولا كلاب. كاين واحد الحاجة اللي هي سموها القلوفة. هذه القلوفة بزاف ناس اللي ما تعرفهاش اللي هي ناس يجوا يرفدوا دوك القطط ويدوهم ويقتلوهم بالتريسينتي ولا يقتلوهم. سمى إلا باركش باغي هذا الأمر يوقع يعني لص قطك عندك ربيه بيان وما تخليش يخرج ولا يتعاملوا معاه الأطفال بهذيك المعاملة ولا تضربها طوموبيل ولا بيكسو هارا اوسبيتاليزي وراه راقد. بون خلوه دوك يتعافى بيان. درنا له واحد الباسينة هكا فيها التراب باش يدير الحوائج تاعه. وعنده تاني كيف طن ان شاء الله يلقى الماء ويلقى لي كروكيت باش يتقود شوية. خلوه يرقد بسلام ونروحو نشوفو صحابه كل واحد والكا تاعه. كما هذا القط هذا سموه واغيوغ. علاش عرفت بلي سموه واغيوغ؟ عنده واحد لافيش هنا تاعه سبيسيالمون باش نعرفوا شكون جابه اسم الناس اللي جابوه النيميرو تليفون تاعهم والتراتمون اللي داره. هذه لافيش مديوره هنايا مي بارفوا نبعدوها عليهم باسكو يلعبوا بها ثاني قطعوها. اروح انت دير لهم هذا الوريق يا صاحبي. اوكي وعندي هذا هنايا هذا سموه هابي سكين. ما راش هابي هاد اليامات مرض باسكو طاح من 4 ايطاج. ايماجين تكسروا له رجليه القداميين ما عادش نسميهم يدين ولا نسميهم رجلين مازال هادي راهي بحرت لي فيها ليسونسيال تكسر منهم. راه هنايا اوسبيتاليزي. هادي كاندي ثاني طوينا على اننا نقلوا لها الرحم تاعها على خاطرش انفيكتا لها والمشكل راهي تفطن بانستيزي وما غاش قادره تتحرك بصح راه فيها لي نار. انا غير نقرب شويه دلي راني رايح الله يشفيك.
كي نجيبوه على حساب اللاج تاعه على حساب الميزان تاعه بارفا يكون ناقص بارفا يكون زايد عطيها غير الماكله والرقاد اوتوماتيكمون يزيد في البوا تاعه وحاجه واحده اخرى لافونتاج تاع الميزان علاش لاخاطش بالبوا تاعه ما عرفوش نديروا لها انستيزي يعني الكميه ولا كميه تاع الدواء ولا الكميه تاع اي حاجه نضيفوها له نعرفوها بالبوا تاعه باش هكاك ما نطيحوش في حاجه يعني في متاهات يعني ولا نزيدوا له زياده اكثر مشكل. الكمامه هذه مهمه بزاف على خاطرش اي كلب يجينا سواء عاقل سواء قبيح نديروا له الكمامه هذه لاخاطش الا كان قبيح راه باين باللي قبيح ثم تحرز روحك منه والا كان عاقل في بعض الاحيان الدواء ولا انجيكسيون كي نديروها له ولا البره ولا تجي تنقي له ودنيه ولا يدور عليك يقلع لك يد تفكر 32 تلميذ كان يقرا معك في سنه الزاوجه اللهم تحمي روحك بها وما كاش غير هذه وكاين الليغو اصاحبي الريسك واعر سما يعلمك كيما نقولوا تحمي روحك اصاحبي هاي الليغو سما تنقي له ودنيه الدوره تسمع لها قلبها براحتك ولا طار عليك اصاحبي رانا دايرين فيهم كونفيونس نورمالمون هذه يعيطوا لها ستاسيون دانيستيزي محطة تخدير هذه نستعملوها كي يكون عندنا عملية طويلة وتاخذ وقت كبير ثم نديروها للحيوان باش يتخدر مكاش كيفاش ولا حاجة أخرى في بعض الأحيان الحيوان يحبس ما يوليش يتنفس سمحنا واش نديرو نتصرفو نقلعو هذه نبلاصو هذه تدخل عند الحيوان هكا كيولي عنده تنفس اصطناعي منين تشعل هذه هذا فور نطيبوا فيه الكحك نضحك معاك برك هذا ستريليزر نديروا فيه كاع الادوات اللي نديروا بهم العمليه الجراحيه من بعد ابري كي نقوهم ونيطوايهم بيا نحطهم هنايا باش يكونوا في عمليه ستريليزي هاكا نورمالمون تنقاو ملح وعندنا هذا انسبيراتور هذا نحتاجوه ونسي جامي في عملية جراحية ولا كي تكون القطعة تزيد سيزاريان ولا هذا انسبيري كلش سما إلا كان كاين نزيف ولا كاش عفصه هذا انسبيري كلش نحتاجو هذا وعندي تاني هذا اللي هو بيستوري إلكتريك يفتح ويحبس ثاني ونسي جامي إلا كان كاين نزيف نحتاجوه بزاف هادي هاد لاباراي اللي غادي نتعرفوا عليها دروك اللي هي اباراي يعني كيما نقولوا نشوفوا بها في الودنين تاع الانيمال تشعل الضوء شوف طفيت الضوء شعلت الضوء وعندها لا لوب تاعها تما كي نشوفوا ما تقدرش تعرف قادر تكون كاينه انفيكسيون في الودن تاع الانيمال قادر يكون كاين كيما نقولوا حنايا لي زانسك كاش حشره كاش حاجه راهي مدره لداخل في ودنه تما هادي غادي تسهل علينا بزاف صوالح ومازال كاين صوالح بزاف اروح تشوف عندنا هذا يعني اللي نشوفوا به بارفوا الانيمال ها الضوء هذاك الفوق البنفسجي سمحنا كي نشوفوا في الانيمال كيكون عنده بايزون نقولوا حنا دي شامبينيون ولا مريض من لابو تاعه لا كولير غادي تتبدل تولي راح الخضوريه راح خضر رايحه بصح الا قعدت كيما راهي الحمد لله ما فيه والو مليحه عندي ثاني بايزون كيما هذا ترمومتر هذا نقيسوا به الحمى بصح شاولا الكترونيك ماشي كيما اللي كنت نخدم به قبيله سلامات الحمد لله الحمد لله عندي ثاني طوندوز وديها ان شاء الله ما تراسو بها لي بات ولا امبوسيبل هذه ماشي تاع بنادم هذه مديوره سبيسيالمون لي زانيمو طوندوز سبيسيال تاع حيوانات ماشي اي طوندوز نخدمو بها عندنا اليوتيوب تاني هادو اللي نديرو فيهم بايزوم نقلعو الدم ولا تاع الانيمال ونديرهم هنايا وعندنا لابوراتوار اللي نتعاملو معاه باش نديرو لي زاناليز حتى لي زانيمو يديرو لي زاناليز عندي هادي ها هادي نقيسو بها السكر تاع الانيمال حتى الحيوانات يحكموهم السكر والله
ساندي تشول في الليل نسمعوه يشخر في الليل هكاك حتى وين العائله تاعه حست بلي راه مريض تسمع عندها هذه العمليه خفيفه غادي نديروها كما يديروا لي بيبي نقولها بالسرنج ها شوف سوبر 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 هيا مشفى هيا كي بنتي هيا ماماك شتها ماماك تغيرها إذن طبيب الإنسان للإنسان بصح البيطري للإنسانية احنا في بعض الأحيان نشوفوا الحيوان يعاون الإنسان مثلا كلب تلقاه يقول واحد ما يشوفش مثلا القطة تلقاها تحافظ على البيبي وشفنا دي فيديو بزاف هنا تشوف إنسانية الحيوان في بعض الأحيان نشوف حيوانية الإنسان ثم نرحمه من في الأرض يرحمه من في السماء مرسي كيما دروك رانا نشوفه في القطة تاعنا راهي في الأنستيزي ورانا نديروها في الأوبيراسيون ما بغيتش نكثر بزاف الهضرة باسكو صحابي راهم في كونسونطراسيون كبيرة رانا نخدمه في خدمة تكون متقونة إن شاء الله.